وهل تأثم المرأة إذا امتنعت عن ترضيع ابنها بحجة الاهتمام بجسدها وما دور الزوج إذا لم تستجيب لكلامه؟ قالوا ما يلزم الأم أن ترضع مولودها إذا كان يوجد من يرضعه، إذا كان يوجد من يرضعه فلا تجبر الأم، أما إذا كان ما يوجد من يرضعه فتجبر الأم لئلا يموت الطفل. وأيضا قالوا لابد بعد ولادته أن تسقيه اللبا، اللبا أول الحليب، لأنه ما يعيش إلا بذلك، أما بعد ذلك فلا تجبر بشرط أن يكون هناك من يرضعه من النساء.